يعني ايه دي اي دبليو تاو؟ انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم، النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في الاستوديو بتاعنا، وهي الدي اي دبليو او الداو. الدي اي دبليو، تخيل الاستوديوهات بتاعت زمان لما كنت تلاقي مهندس الصوت قاعد قدامه قنوات كتيرة بيدخل كل واحد عليها الصوت وبيعمل لهم ميكس مع بعض، ويسمع ديت لوحدها وبعدين يسمع دي وبعدين يسمعهم الاتنين مع بعض، ويوطي واحدة ويعلي واحدة بكل الجهاز اللي انت شايفه ده كله. ده كان في العصر زمان بتاع الانالوج بس. بعد عصر الكمبيوتر دلوقتي وعصر الديجيتال، الإشارة دخلت الكمبيوتر زي ما احنا اتفقنا في حلقة الانالوج والديجيتال، دخلت الإشارة عندك ديجيتال، فبقى سهل جدا تعمل بالإشارة دي اللي انت عاوزه. فبقى بيدخل إشارة على كل قناة، برنامج سوفت وير بيتعمل عمل لك بالظبط نفس اللوحة بتاعت الاستوديو ديت اللي موجودة، وكان بيدفع فيها آلاف الجنيهات، بل يمكن مئات الآلاف من الجنيهات إن لم يكن في وقت من الأوقات ملايين. يتعمل دوت عندك على شاشة الكمبيوتر بتاعك في البيت، تقدر تدخل على كل قناة الصوت اللي انت عايزه وتسجل العدد اللي انت عاوزه، وفي نفس الوقت بعد كده تقدر تعلي وتوطي وتعمل ميكس ليهم كل واحدة متسجلة على قناة بتاعتها، وتقدر تتحكم في اللي انت عاوزه وتدخل على كل قناة التأثيرات الصوتية اللي انت عاوزها. هو دوت بالظبط الدي اي دبليو او الداو. الدي اي دبليو دي اختصار لكلمة ديجيتال اوديو ورك ستيشن، على صوت الديجيتال دي المحطة بتاعت معالجة الصوت الديجيتال. السوفت وير ده موجود في السوق على كل لون وكل نوع، وكل شركة منزلة، واللي هيشتغل على واحدة منهم بس من الدي اي دبليو دي هيعرف يشتغل عليهم كلهم. اوعى تفكر ان الموضوع صعب جدا، حتى اللي اشتغلوا كمان حتى على الاستوديوهات اللي هي الانالوج، يعني الحاجات القديمه المكنه نفسها بتاعت الاستوديو اللي زالوا شغالين بيها لغايه دلوقتي، هيعرف برضو يشتغل على الدي اي دبليو، واللي اشتغل على الدي اي دبليو هيعرف يشتغل برضو على مكنه الاستوديو، لان نفس النظريه هي واحده. احنا هنشوف دلوقتي ايه هي الدي اي دبليو على اي جهاز من اجهزه الكمبيوتر واي نوع دي اي دبليو. انت هتلاقي كل الانواع، هتختلف بس الالوان، شكل القوائم، تطلع دي من القائمه ديت وتطلع دي من القائمه دي، ومختلف عن بس السوفت وير التاني، هو ده اللي هيختلفوا بس. ده بيحط الات كتير شويه، ده بيحط الات قليله، ده بيحط الات مختلفه، ده الالات بتاعته الشركه هي اللي بتنتجها، ده الالات بتاعته شركات تانيه بتنتجها، ده الالات بتاعته بتسمح انها تاخد من الات تانيه من اجهزه تانيه وبتاع وكلام من ده، اللي هي انواع الالات الالكترونيه. فانت هتلاقي الاختلافات بس بسيطه في الحاجات ديت، انما النظريه نفسها اللي اتبنى عليها السوفت وير هي نفس النظريه، وهنشوف دلوقتي. ادي برنامج من برامج الدي اي دبليو، ده اسمه لوجيك برو، اسمه لوجيك برو اكس او 10، لوجيك برو 10. البرنامج ده مشهور جدا في عالم الموسيقى، وان هو بيشتغل برنامج بيشتغل على الماكنتوش، في برامج بتشتغل على البي سي، في برامج بتشتغل على الماكنتوش، في برامج بتشتغل على الاثنين، بس الفكره والنظريه واحده. اي دي اي دبليو في الدنيا، اي دي اي دبليو في الدنيا هتلاقي فيها الجزء بتاع العزف دوت. الجزء بتاع العزف دوت عبارة عن ان انا بختار انا هعزف منين، وممكن اسجل، ممكن اعزف، ممكن ارجع، زي شريط، زي اي شريط كاسيت او سي دي بلاير. فده الزرار ده يعزف وده يرجع لغاية ما انا اختار الترجيع اللي انا عاوزه، وده يرجع للاول. فانت هتلاقي فيه دايما الكنترولر دوت اللي انت بتقدر تتحكم فيه، تلعب او توقف او تسجل. تسجل تسجل على ايه بقى؟ هتلاقي دايما التسجيل بتاعك بيجي عبارة عن قنوات. القنوات ديت كل قناة ليها صوت معين، كل قناة حتى تشوف حتى الشكل اللي عليها مختلف عن القناة اللي بعدها، ويمكن الالوان لو انت عايز كل الدي اي دبليو بيختاروا الوان، لانك انت لما هتعمل عمل موسيقي معقد هتلاقي فيه عندك 15 16 تراك مليين الدنيا، فانت لازم تلونهم شوية، بتوع الايقاع، شوية بتوع البيز، شوية بتوع البيانوهات، شوية بتوع الجيتارات، شوية بتوع الاصوات الفوكال، فانت لازم عندك اوبشنز انك انت بعينك، حتى كمان مهندس الصوت عايزين يسرعوا شغله. فهتلاقي عندك قنوات كل قناة ماشي فيها صوت واحد. طب وانت عرفت منين ان في صوت واحد؟ هتلاقي على كل قناة من دول تحكمات. نشوف الام يعني ايه، اس يعني ايه، ار يعني ايه، واي يعني ايه. كل برامج الدي اي دبليو اللي انا استعملتهم هتلاقي فيهم الحروف دي. ام يعني ميوت، يعني سكت لي
البتاع دوت سولو اس، عايز اعزف ده بس ما تعزفش بقيه الحاجه. لو دوست على الار هتلاقي الار يحمر مثلا هنا، فده معناه ان انا بيسموه تريجر التراك ده. يعني لو انا دلوقتي عزفت ودخلت المدخل بتاع الصوت بتاعي على التراك دوت، مفيش حاجه هتتسجل على اي تراك تاني، بس هيعزفه معايا، بس ده الوحيد اللي هيبقى بيتسجل معايا، لان دوت اللي عليه العلامه الحمراء بتنور وتطفي. لو انا دوست ريكورد هنا على التسجيل من فوق هسجل على التراك دوت. طيب خلاص، حلو قوي، انا عرفت دلوقتي التراكات كلها عامله زي هو. طب انا اسجل على تراك واحد ازاي؟ بسجل على تراك واحد ان انا بختار مصدر الصوت بتاعي، مصدر الصوت بتاعي الانبوت بتاعي، عندي انبوت 1 وانبوت 2، لان انا كارت الصوت بتاعي اللي عندي ده فيه 2 انبوت، فممكن ادخل من انبوت 1 ومن انبوت 2، وبدخل من الانبوت 1 ومن انبوت 2 هنا على الشانل ديت، خلاص دي بتسجل من انبوت 1 ومن انبوت 2 او انبوت 3 في الحاله بتاعتنا اللي هنا ديت. طيب لو انا عايز اشوف بقى بخلصت تسجيل على الكل الشانلز اللي انا عملتها دي، وعملت كله شغال مع بعضه، حتى مفيش اي ميوت اهو، كله شغال، الاي ديت دي معناها ان انا عايز اسمع الصوت الحقيقي اللي طالع قبل ما يخش على الكمبيوتر كمان. لان في بعض الاجهزه الكمبيوتر دلوقتي الاجهزه بقت سريعه، لما كان زمان الاجهزه بطيئه شويه، والاجهزه بتاعه الكارت الصوت بتبقى بطيئه شويه، فكنت تسمع حاجه بيسموها الليتنسي او التاخير. التاخير ده بيخليك بعد ما تسجل بتسمع الصوت بجزء من الثانيه طالع تاني، فطبعا ده بيلخبط الراجل اللي بيعزف او الراجل اللي بيغني، بيسمع صوته تاني بعدها بكسره من الثانيه، فبيتلخبط ما بيعرفش يشتغل صح. فعملوا الاي دوت عشان انك انت تسمع لايف، تسمع العزف بتاعك لايف من القناه بتاعتك قبل ما يدخل على الكمبيوتر ويتعالج فيتبطأ. فعملوا بالحل دوت، المطرب لما بيغني بيسمع نفسه على طول في نفس اللحظه، في اللحظه الفوريه ديت، علشان ما يتلخبطش. طبعا على الشانل نفسها بلاقي ليفت ورايت، كل القنوات اللي انا عندي ديت انا اعملها في النص، لان مش عايزها تبقى على اليمين ولا على الشمال، كلها مظبوطه، لان بعد كده هتيجي مرحله ثانيه بقى، مرحله الميكس. لو دوست على الزرار ده، في زرار بيجيب لك الميكسر، لو انت شفت العلامه مكتوب تحتها ميكسر، لو دوست على الميكسر بتاعي هيطلع لي ميكسر شبيه بميكسر الاستوديو اللي عندي دوت، عليه كل القنوات اللي انا سجلت عليها. طبعا لو انت عندك قنوات كتيره متسجله هتلاقي الاخر الشاشه مليان قنوات وكده، وبمجرد ما هعمل بلاي دلوقتي هتشوف الليفل بتاع الصوت على الميتر، الميتر بتاع الصوت دي القنوات اللي شغالة عندي، وده الستيريو اوت، ده الماستر، اخر صوت طالع بقى المجموع كله يعني، فبيطلع لي النسبة بتاعتي بتاعت كل ليفل. اقدر اتحكم بالسلايدر دوت او المفتاح ده، اوطي وعلي واوطي زي ما انا عايز. فانا في الاخر بتحكم في الليفلات بتاعتي اللي انا بتحكم فيها فلما بيجي اعمل ميكس. كمان ممكن اضيف تأثيرات صوتية، يعني ممكن أضيف مثلا تأثير صوتي هنا، شايف التأثيرات الصوتية دي كلها، ممكن أدخل التأثير الصوتي اللي أنا عاوزه، مثلا دخل ريفيرب، اختار اي نوع من الريفيرب، شايف؟ ممكن اختار كمان من ضمنه، في حاجات موجودة متسجلة جاهزة. ممكن اتحكم طبعا دراي والويت، يعني حجم كل ما اعلي الويت ده معناه التأثير هيشتغل اكتر. شايف التأثيرات دي كلها انا مركبها على تشانل واحدة عندي شغالة هنا، فكل التأثيرات دي انا ممكن اشغلها في وقت واحد علينا. فكل تشانل من دول لو انا مسجل صوت عليه، واحد الجيتارات، واحد البيز، وواحد الفوكال، وواحد الكيبوردز، طبعا انا ممكن اختار اللي انا عاوزه، احط التأثيرات الصوتية ايكولايزر او ريفيرب او اي حاجة. ممكن كمان لما انا اجي اعمل، اما ادخل تراك جديد، اما اجي اعمل تراك جديد كمان، اختار الات موسيقيه
موجوده بيسموها سوفت وير انسترومنتس. كان يعني لو انت شايف معايا ديت ايه، عباره عن الات موسيقيه سوفت وير. طب اختار ايه من السوفت وير دوت بقى؟ هيبقى عندك بقى مجموعه من الالات الموسيقيه. لو انت شايف هنا عندك ايه، اتموسفير، عندك بيزك، عندك دانس، عندك درامز، جيتارز. انت بتختار نوع الموسيقى اللي انت عاوزها وبيطلع لك الحاجه اللي انت عاوزها منه مثلا. فنختار من الكيبورد مثلا، فبتختار الاله الموسيقيه اللي تناسبك من المجموعه اللي موجوده. طبعا انت هتلاقي في اللايبراري بتاعتك او المكتبه بتاعت الالات الموسيقيه دي هتلاقي الات كتيره جدا، كل الانواع وكل الاصناف هتلاقيها. وهتلاقي كمان في المكتبه بتاعت الالات الموسيقيه كمان هتلاقي لوبس. لوبس يعني حاجه جاهزه. لو تسمع طبل اي انواع انت عاوز، اي انسترومنت انت عاوزه هتلاقي في حاجات معموله مثلا. لو عايز يعني تستسهل وتركب حاجه موجوده بلوب، اللي بيحصل انك انت بتاخدها وتركبها عندك، بتبقى عندك موجودة عندك على الجهاز بالمنظر دوت. مجرد انك انت بتشدها وتكمل هتشتغل معاك في البيت السرعة بتاعتك اللي انت فرضتها للأغنية كلها، وهنشتغل بيها تاني وتلاقي التراك ده اشتغل معاك. فانت بتستعمل الحاجات اللي موجودة معاك حتى كمان في السوفت وير بتاع دي التجارب بتاعتك عشان تجرب انت محتاج ايه. لغاية ما ترسع الصوت اللي انت عاوزه وتروح مدخله على طول على الجهاز بتاعك، وتقدر انك انت تدخل تراك بيه بانك انت يدوبك بتشده من هنا تدخله على التراكات، فتلاقي نفسك بتعمل صوت الايقاع اللي انت عاوزه. السوفت وير ده غني، موجود في مكتبة كاملة من الايقاعات، وموجودة مكتبة كاملة من الالات الموسيقية، الكيبوردز والجيتارات والبيزز وكل الالات اللي انت بتستعملها غالبا، حتى الكمانجات والحاجات دي في انك انت تعمل الحان بيها. بعض السوفت وير كمان هتلاقي فيه حاجات مميزة خاصة بالشركة نفسها، فهتلاقي أبلتون لايف مثلا وعامل أنواع معينة من الكيبورد مثلا خاصة بيهم هم. لو هتلاقي مثلا كيو بيز مثلا بتلاقيه بيضيف آلات معينة خاصة بيه هو. سونار هتلاقيه بيخصص آلات معينة خاصة بيه هو، أنواع معينة من الأورجات مثلا خاصة بيه هو. فكل الهيصة دي كلها أهم حاجة بس إنك أنت يبقى عندك أفكار إنك أنت تبدع بيها، وهتلاقي بأي دي اي دبليو هتنفعك وهتعمل لك بالظبط اللي أنت عاوزه، بس بعد كده يفضل الخيال بتاعك اللي أنت عاوزه يعني. ده شرح بس بسيط كده للدي اي دبليو. أما هنيجي بعد كده نشتغل ونسجل بإيدينا حاجة، ساعتها بقى هنستعمل الدي اي دبليو يا استاذ، وهنحط طبعا كل القواعد اللي المفروض نحطها، ازاي نسجل والليفل يبقى على كام، ونختار كارت الصوت ازاي، وكل الضبط دوت. هيبقى الضبط بس على اللي انتوا شايفينه دوت، بس صدقني هو نفس الطريقه في كل الاجهزه سواء بي سي او ماك، بيعتمدوا على نفس النظريه في انك انت ازاي تسجل على دي اي دبليو. كل الدي اي دبليوز بيشتركوا في نفس الخاصيه دي، حتى كمان الاجهزه اللي بتبقى موجوده في الاستوديوهات هتلاقيها هي نفس الاجهزه، بس بدل ما بتبقى سوفت وير عندك بتبقى موجود عندك مثلا قدامك على الاستوديو فراكات. يعني بدل ما انت تشوف الامب بتاع الجيتار هنا وبتاع، هتشوفه في الاستوديو محطوط امب فعلا، بدل ما الاورج محطوط صوره هنا هتلاقي الاورج موجود فعلا وداخل على الشانل ديت، والجيتار داخل على الشانل ديت، والدرام ماشين داخل على الشانل ديت، بحيث انك انت ايه تعمل الميكس في الاخر. فدوت بس تعريف بسيط بالدي اي دبليو. كل اللي انا طالبه منك بعد كده، في دي اي دبليو موجوده مجانيه كتيره، وهحط لينكات تحت الفيديو بانك انت تتفرج على الدي اي دبليو يتناسبك. لو انت اشتريت كارت صوت مثلا زي فوكس رايت سكارلت 2 اي 2، لو انت جبت مثلا كارت صوت زي ده كده، يعني كارت صوت هايل جدا رغم انه رخيص، ارخص كارت صوت يعني، كارت رخيص، صوت رخيص جدا، وبرغم من ذلك بيجي معاه دي اي دبليو 2 دي اي دبليو هديه، يعني هو اساسا بيجي هديه مع اي كارت صوت احترافي انت هتجيبه تشتغل عليه على الكمبيوتر. بتلاقيه اساسا لو هو جدع قوي بيديك السي دي بتاعته، ولا هو مش جدع قوي زي كلهم دلوقتي بقوا عاملين كده، بيدي لك لينك تروح بالباسورد تروح تحمل الدي اي دبليو دوت من على الانترنت، وتقدر تحمل النسخه بتاعتك. انا مش عايز اقول لك ان في دي اي دبليو استعملتها من حوالي 15 سنه،
لازالت حتى الان الدي اي دبليو ديت مناسبه ليا دلوقتي، ممكن استعملها. يعني دي مش هتقدم مع الزمن، اي حاجه هتلاقيها حتى من 10 سنين فاتوا هتلاقيها شغاله تمام وكل حاجه، مفيش اي مشكله خالص. اجهزه الكمبيوتر دلوقتي بقت سريعه، كانت المشكله زمان في الهاردوير مش السوفت وير، السوفت وير كان سريع جدا، انما الهاردوير هو اللي كان عامل المشكله، ان البروسيسور ببطأ شويه فبتسجيل الصوت كان عامل مشكله، زيه زي الفيديو زي اي حاجه كان فيها حمل كبير على البروسيسور. دلوقتي طبعا البروسيسورات بقت سريعه جدا، والرامات كترت كمان وانواع، والويندوز والسيستم بتاع الماك كمان بيستوعب حاجات كتيره تتعمل في نفس اللحظه، بقى متقن جدا الكتابه للبرامج ديت، فبقى تقدر دلوقتي تقدر تعمل بيها اللي انت عاوزه. وانا شفت تراكات، اغلب التراكات دلوقتي اللي بتبقى متسجله من الناس اللي بشوفها بتعرض اعمالها بتبقى متسجله في البيوت على دي اي دبليو، زي اي حد عنده دي اي دبليو في البيت. هنتكلم على كارت الصوت الحلقه الجايه عشان نربط بقى الدي اي دبليو بكارت الصوت، واشوفكم الحلقه الجايه.